أكد وفد مجلس الشورى المشارك في منتدى القمة العالمية للقيادات النسائية والذي افتتح أعماله يوم أمس في جمهورية ليتوانيا، أكد على أهمية مواصلة المساعي والجهود لزيادة التنسيق والتعاون بين دول العالم في المجالات التي تعنى بشؤون المرأة وبما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل، منوهين بجهود مملكة البحرين ومبادرتها في مجال دعم المرأة والتي حققت للمرأة البحرينية العديد من المكتسبات التي أسهمت في دعم حضورها على المستوى الدولي. وعمل وفد المجلس على إبراز جوانب مختلفة من جهود مملكة البحرين الموجهة لدعم المرأة البحرينية من خلال مشاركته في عدة جلسات عمل التي تضمنها المنتدى. وبيان التقدم الذي حققته البحرين في مجال التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وما يليه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو قرينة عاهل البلاد المفدى من اهتمام كبير في سبيل تعزيز دور المرأة ومكانتها، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات ضمن المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة في البحرين.